صباح الفل. في مسج من احلى المسجات اللي جات لي في حياتي على انستجرام يوم ما لقيت الاكاونت الاوفيشال بتاع تركيا والمسؤول عن السياحه بعت لي انفيتيشن عشان احضر الورلد رالي تشامبيونشيب اللي هيحصل في مدينه مرمريس هنا من يوم الجمعه 18 سبتمبر ل 20 سبتمبر. اللي هيحصل دلوقتي ان انا محتاج اعرفكم ايه هو الرالي، المسابقه عباره عن ايه، مين بيتنافس، اسامي الشركات. لان طبعا انا بقى دخلت وقعدت اذاكر، ما انا لازم بقى اروح محضر، امال ايه. هحكي لكم كل حاجه جوه الفيديو. بعد ما تدخل تعمل السبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات اكون انا ركبت الباص ورحت المطار وهكمل لكم الحدوته من هناك. وصلت المطار واخدت البوردنج باس وجاهز على السفر. احكي لكم بقى ايه حدوته الرالي ده. على اللي انا فهمته هيبقى في عندنا حوالي 20 متسابق بيتنافسوا في جولات، يعني هم على مدار السنه الرالي ده ما بيتعملش مره واحده، يعني اللي بيحصل في مرمريس ده لمدة الثلاث ايام دي تعتبر جولة، فهم بيلعبوا السبع جولات كل جولة فيهم في بلد شكل، تمام؟ فاحنا دلوقتي يعني هحكي لكم القصة من الأول، فبما إني مش حافظها فأنت هتلاقي يعني الأولاني اتلعب في مونت كارلو، بعدين في السويد، الثالث في المكسيك، الرابع في استونيا، الخامس هو ده اللي هيحصل في تركيا، ولسه في اثنين بعده، واحد في إيطاليا، والثالث والأخير يا ربي في بلجيكا. بما إن إيه في أربعة ستيج خلصوا ففي متسابقين ليهم نقط. تعالوا نشوف ايه مين المتصدر الرانك. متصدر الرانك درايفر اسمه سابستيان اوجيه، خلاص ده من الفريق بتاع تويوتا ومعاه 79 نقطه. في المركز الثاني إليفين ايفنز، وده بطل العالم السنه اللي فاتت 2019 من استونيا، برضه في فريق تويوتا ومعاه 70 نقطه. في المركز الثالث اويت تاناك، وده بيمثل فريق هيونداي ومعاه 66 نقطة. الليستة طويلة عريضة، مش هنقعد نحكي في كل الأسامي اللي أنا أصلا مش عارف أنطقها دي، بس يعني قلت أديكوا فكرة عامة عشان إيه تبدأوا تفهموا معايا القصة، عشان بكرة لما أبدأ أحكي نبقى مركزين مع بعض، تمام؟ من قلب أحلى مكان بحبه في الدنيا المطار، زي ما أنتوا سامعين الست الغالية اللي بتاع الإذاعة الداخلية الجميلة دي. فخلوني من قلب هذا المكان أحكي لكم إيه فكرة الإنفيتيشن اللي جات لنا. هي الفكرة ببساطة ان هو في ايفنت معمول، الحدث ده هم بيغطوه بكذا طريقة، فمن ضمن الطرق ان هم بيستعينوا بناس انفلونسرز او صناع محتوى او واتيفر اللي هم ليهم متابعين يعني. فبالتالي الناس دي لما بتروح تحضر الحدث ده بتعمل ستوريز، بتعمل فيديوز زي ما انا قاعد بعمل دلوقتي عشان تغطي الاحداث دي كلها وتتكلم على الايفنت، لان كل ده شكل اندايركت ماركتنج في ان هو يسوق للسياحة هنا في تركيا. بصراحة فكرة لطيفة. اللي عجبني أكتر إن فعلا هم اللي تواصلوا معايا، أنا ما كنتش أعرفهم أصلا، هي البيج الرسمية اسمها جو تركي. فحسيت إن هم يعني مركزين، هو عارف مين اللي قاعد هنا وبيتفرج شوية على الكونتنت بتاعه، وبعدين يبدأ يقيمه، وبعدين يحكم، وبعدين يقرر إن أنا اخترتك فيبعت لك الانفيتيشن وأنت يا توافق يا ترفض. طبعا في حالتي أنا كلب تذكرة طيران، انا كلب طيران. فاي حد يحط لي تذكره طياره اشتراني خلاص. متحمس ان انا اتفرج على الرالي، ان انا اول مره في حياتي احضر ايفنت بالشكل ده. انا بحب العربيات بس عمري ما كنت انفولفد قوي كده. الحاجه الثانيه متحمس لفكره التعاون مع كيان زي جو تركي، او اللي هو المكان الاوفيشال اللي بيتكلم باسم السياحه التركيه هنا. يعني حاسس ان هي ستيب حلوه بالنسبه لي. عايزكم تقولوا لي بقى في الفيديو ده، اكتبوا لي في الكومنتات مستنيين ايه، هنشجع مين، هنعمل ايه، وناخد وندي مع بعض في الستوريز في الانستجرام. هسيب لكم برده اللينك تحت، تمام؟ وعشان خاطر الوقفه الحلوه اللي فرماوي واقفها دي هسيب لكم اللينك بتاع فرماوي يا جماعه برده تحت، تعملوا له فولو في الانستجرام عشان خاطر احنا الاثنين هنخرب الدنيا بكره. ويلا على الطياره. وصلنا دلما. للاسف الحاجه الغير متوقعه ان هم هياخدونا نعمل بي سي ار دلوقتي. امري لله، كله عشان خاطر الرالي. فندق خمس نجوم يا جماعه. انا بقول لكم انا راجل ترافلر وبدور ان انا ابات في الشارع ولا ابات عند حد، اكل لقمه عيش بجبنه. اللي بيعملوه ده هيبوظ اخلاقي بصراحه. مبسوط يعني، مش هننكر، انا لسه هطلع دلوقتي بقى ايه اكيد. يعني اكتر حاجه بحبها في الفنادق النظيفه دي الحمام، يعني بسيب الاوضه اخش الحمام. فالحمد لله كده وصلنا الاوتيل بتاعنا الجميل اللي هنقعد فيه هنا اربع ايام. محتاجين نطلع ناخد الشاور الجميل، العشوه اللطيفه، نجهز
عشان الرالي هيبدأ من بكرة، محتاج الناس كلها بقى تسخن معايا نشوف ايه موضوع الرالي ده هنغطيه ازاي. ما تنسوش تعملوا السبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات، لايك شير الفيديو مع كل اصحابك كتير بقى كتير كتير، خصوصا الناس اللي بتحب العربيات اعمل لهم منشن واشوفكم بكره.